أهلا بكم في موجز الأنباء. الكاظمي يدعو لعدم زج الحكومة في الأزمات السياسية ويؤكد أن عمليات التضليل والتشويه مستمرة وبسبب ومن دون سبب. رئيس الجمهورية والقضاء يدعوان القوى السياسية لإجراء حوار مشترك والخروج من الوضع المضطرب بحلول دستورية. البرلمان يناقش إدراج 5 مشاريع قوانين ضمن أعمال جلسته المقبلة، بينها جرائم المعلوماتية والتظاهر السلمي. والتصنيع الحربي تجرب أول مدفع عراقي الصنع بحضور قادة عسكريين وتطلق عليه اسم مدفع التحدي. ومجلس الخدمة يعلن مباشرة لجنة تعديل سلم الرواتب بمهامها ومعاناة التعيين تفاقم مشكلات أصحاب الاحتياجات الخاصة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.